عقود طويلة للتعافي من عواقب وتداعيات انهيار سد كاخوفكا الذي وصفتها كييف بأكبر وأسوأ كارثة بيئية من صنع الإنسان في أوروبا منذ عقود، لأن الخزان أي خزان كاخوفكا كان قلب أحد أكبر أنظمة الري في أوروبا، ومياه هذا الخزان ساهمت بزراعة ما يصل إلى 80% من المحاصيل الزراعية في أوكرانيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السد يعد أحد أكبر السدود من حيث السعة في العالم بنحو 18 كيلومترا مكعبا من المياه. إذن مشاهدينا، المشهد الكارثي هذا سيخفي معالم الحياة لدى العديد من القرى بهذه المنطقة والبلدات على طول نهر دنيبرو، وأيضا أي ستصبح هذه المناطق غير صالحة للسكن مع اختفاء الحيوانات والنباتات وفق الجارديان البريطانية. الخطر أيضا يكمن بالحطام الذي تحمله المياه المتدفقة، وهنالك عشرات الآلاف من الألغام تدفقت مع مياه الفيضان عبر خط المواجهة في الحرب هذا، مما سيؤدي طبعا إلى تغيير النظم البيئية في المنطقة إلى الأبد، لأن المياه ستصبح ملوثة بعدما اختلطت بمواد كيميائية مثل التسرب النفطي ومياه الصرف الصحي وغيرها طبعا. وهذا الأمر سيؤدي مشاهدينا إلى انتشار الأوبئة والفيروسات والأمراض بهذه المناطق، ويعيد تشكيل خريطة أوكرانيا وموانئها وسبل عيشها، وتحديدا بعدما وصلت المياه من الخزان إلى برك التبريد لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. أتحدث هنا عن محطة زابوريجيا، على الرغم طبعا من أن الخبراء النوويين قالوا حتى الساعة بأنه لا يوجد تهديد فوري، هذه طبعا وفقا للتحذيرات الغربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.